عبارة عن إيه بقى القرض نفسه أستاذ شريف، وشروط الحصول عليه لأي من السيدات؟ اولا احب اوضح نقطه ان احنا ما بنصرفش القرض ده، دي قرض مستوره بيصرف عيني، يعني احنا بندي للسيده مستلزمات المشروع ومستلزمات الانتاج بتاعتها، احنا ما بنديلهاش فلوس. القرض ده شروطه اولا تكون السيده مصريه، بطاقه رقم القومي ساريه، السن من 21 سنه ل 60 سنه بس. هايل. بالنسبه للسيدات اللي عندها معاشات كمان ممكن تندرج في اطار انها تستفيد من برنامج مستوره وقرض مستوره؟ حضرتك هو اي سيده ممكن تستفيد من قرض مستوره. الضمانه الرئيسيه عندنا في قرض مستوره هي لجان الزكاه. لجان الزكاه دي عباره عن مجموعه من المتطوعين خدمتهم هدف، يعني هدفهم خدمه الناس في الشارع، ولجان الزكاه دي تخضع للاشراف الكامل لبنك مصر سواء في الموارد او المصارف بتاعتها، وهي الضمانه الرئيسيه في قرض مستوره. طيب علشان اي حد يقدم على قرض مستوره استاذ شريف، هو اللي بيجي لحضراتكم ولا انتوا بتنزلوا تشوفوا مين اللي محتاج، ولا ازاي العمليه، يعني ازاي حلقه الوصل بين حضراتكم كبنك ناصر الاجتماعي وقرض مستوره وبين السيدات اللي محتاجين يبداوا مشروع جديد؟ حضرتك السيده بتتوجه لاقرب فرع في بنك ناصر، لبنك ناصر عندها او للجنه الزكاه، وبالتالي بتبدا تقول لهم انا عايز اعمل قرض مستوره او عايز اعمل مشروع، تقول على اسم المشروع. السيده اللي بتختار المشروع بتاعها، مش احنا اللي بنختار لها المشروع، السيده بتختار المشروع، وبما انها هي تختار المشروع فبتحدد، بتقول تكلفه المشروع من كام الى كام. تبدا تقعد مع اللجنه، لجنه الزكاه، وتبدا تملى معاها الورق، تملى عندها الاوراق، تبدا تشرفنا في بنك مصر عشان تبدا تمضي على الباقي الاوراق عندنا في بنك مصر. هل في مشروعات معينه يعني مفضله لدى بنك مصر الاجتماعي، ولا الامر مطلوب بالكامل لاي من السيدات اللي يختاروا المشروع اللي هم عايزينه؟ احنا عندنا 5 انواع من المشروعات شغالين فيهم: المشروعات الانتاج الحيواني، المشروعات الصناعيه، التجاريه، الخدميه، المشروعات المنزليه. وعلى فكره موضوع المشروعات المنزليه بدانا نلاقيه يعني حصل له صدى واسع كبير جدا، وبالذات في المحافظات، واحنا ما كناش متوقعين كده. يعني مثلا في المنيا بداوا يعملوا مشروعات الماكولات من المنازل، بدأت تشتغل معاهم كويسه جدا، ودي احنا استغربنا ان قرى من قرى الصعيد بدأت تشتغل مشروعات من المنازل، ودي كانت حاجه يعني كويسه بالنسبه لنا. شروط القرض حياتك قلت لي يعني هي شروط بسيطه، طريقه سداد القرض نفسه، وهل من الممكن ان السيده الواحده تاخد اكتر من مره قرض، ولا ليها مره واحده فقط؟ شروط القرض نفسه، او السيده نفسها تاخد قرض واحد فقط لا غير. بعد ما بتسدد القرض، لو المشروع بتاعها شغال وهي منتظمه في السداد، بتبدا تاخد القرض الثاني. القرض سداده شهري، ما عندناش فتره سماح. قرض قيمته بتتراوح من 4000 جنيه الى 20000 جنيه، مده القرض 24 شهر، يعني القسط بتاع القرض بيتسدد على سنتين. حضرتك بتقول المشروعات المنزليه عليها اقبال اكتر، ايه كمان المشروعات التانيه اللي حضرتك شايف انها يعني السيدات بيقبلوا عليها اكتر وشايف ان هي بتجيب ربح اكتر ليهم؟ احنا عملنا في قريه اسمها قريه دسيا في الفيوم، ده سميناها القريه المنتجه، خليناها قريه منتجه في السجاد. القريه دي شغاله السجاد اليدوي، وكل قريه واخده قروض، او كل السيدات في القريه واخدين قروض للمشروعات السجاد اليدوي، والسجاد بتاعهم بيتصب